تعد حلبة البحرين الدولية صرحا مهما لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية وبالأخص سباق الفورمولا 1 ونقطة جذب لعدد كبير من الزوار سواء من داخل مملكة البحرين أو من خارجها، وهي من المشاريع السياحية والاقتصادية المهمة على أرض مملكة البحرين، خصوصا لما تسهم به بشكل مباشر وغير مباشر في تعزيز مجال السياحة والاقتصاد في مملكة البحرين. بنظرة ثاقبة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تكوين رؤية عالية المستوى لمملكة البحرين، تم بناء حلبة البحرين الدولية في قلب صحراء الصخير لتعكس الثقافة المحلية لأرض مملكة البحرين في مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا، وهو إنجاز يحسب للمملكة نظرا لهذه المهمة الضخمة بتفاصيلها وإمكانياتها الهائلة التي تواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم. حلبة البحرين الدولية هي أول حلبة على الإطلاق في الشرق الأوسط تستضيف بطولة العالم للفورمولا 1، وكانت البداية في 4 أبريل عام 2004 حيث استضافت الحلبة بطولة العالم للفورمولا 1 وفتحت الأبواب أمام فرص جديدة لا حصر لها، ليس على المستوى المحلي فقط بل للمنطقة ككل، وليس في عالم رياضة السيارات فحسب إنما لأبعد من ذلك بكثير، وخصوصا في قطاع الأعمال والسياحة. تتمتع حلبة البحرين الدولية بمرافق متميزة بخدمات عالية المستوى تلبي احتياجات المتسابقين ومحبي رياضة الفورمولا، وتجعل سباق جائزة البحرين الكبرى من أهم وأكبر الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. فحلبة البحرين الدولية لديها الاستعداد لاستضافة مختلف الفعاليات بشتى أنواعها بسواعد كوادرها الوطنية التي لا تعرف للمستحيل طريقاً.